بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله أعزائي الطلاب. درسنا لهذا اليوم في مجال العقيدة الإسلامية، وهو بعنوان نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الحصة الثانية من حصص هذا الدرس. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذه الحصة أن يعدد ركائز دعوة هود عليه الصلاة والسلام، وأن يذكر الدروس المستفادة من قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام مع قومه. إذن، ما ركائز دعوة هود عليه الصلاة والسلام؟ ما أهم الدروس المستفادة من قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قومه؟ هيا بنا لنتعرف على ذلك. عزيزي الطالب، هيا بنا لنتذكر بعض ما مر معنا في الحصة الماضية. أوقف الفيديو لمدة دقيقتين، ثم املأ الفراغات التي أمامك بالكلمات أو العبارات المناسبة. إذن، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام هو نبي عربي، ويرجع في نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام، وهو من قبيلة عاد الأولى. أرسله الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. وقوم عاد من العرب اتصفوا بفراغ عقولهم، فكيف للإنسان أن يعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى؟ كانوا يعبدون ثلاثة أصنام من دون الله عز وجل، أهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ركائز دعوة هود عليه الصلاة والسلام. مما مر معنا نستطيع أن نلخص دعوة هود عليه الصلاة والسلام بالنقاط التالية: أولا، العقيدة أساس الدعوة. ثانيا، المترف الفاسد عدو للدعوة والداعية. ثالثا، ضرورة الدين لاستمرار الحضارة. رابعا، لا قدرة لمخلوق على مواجهة قدرة الله تعالى. أولا، العقيدة أساس الدعوة. دعوة هود عليه الصلاة والسلام هي دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهي الدعوة إلى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي
لا معبود بحق إلا الله. ثانيا، المترف الفاسد عدو للدعوة والداعية، أشد الناس معارضة لدعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أهل الترف. والعلاقة بين الترف والعقيدة علاقة عكسية، فكلما زاد الانغماس في الترف والملذات ضعفت العقيدة في نفوس المترفين حتى يطبع على قلوبهم فلا ترى فيها أثرا لإيمان. والترف هو مجاوزة حد الاعتدال بنعمة أو الإكثار من النعم حتى يحصل بها الترف، وما ورد الترف في كتاب الله إلا في مقام الذم. والمترف هو من أبطرته النعمة وسعة العيش وألهته عن طاعة الله، فتراه حريصا على زيادة أحواله وعوائده، ساع إلى بلوغ الغاية في حاجات الذات الحسية من مأكل ومشرب ومسكن ومركب. والدعوة إلى ذم الترف والتحذير منه لا تعني تحريم ما أحل الله من النعم والطيبات، وإنما المراد الاقتصاد في الإنفاق وعدم تعلق القلب بتلك النعم والركون إليها. ثالثا، ضرورة الدين لاستمرار الحضارة. رأينا قوم هود عليه السلام وكانوا في رغد من العيش يتقلبون في ألوان النعيم، ولهم أبنية ومصانع وقصور ليس لها نظير في زمانهم، ولكن ببعدهم عن الدين وجحودهم نعم ربهم استحقوا العذاب، ففنيت تلك الحضارة العظيمة. رابعا، لا قدرة لمخلوق على مواجهة قدرة الله تعالى. قوم عاد تحدوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بعذاب الله الذي حذرهم منه، وغرتهم قوتهم التي فاقت كل أهل زمانهم، ولكنهم غفلوا عن حقيقة مسلم بها، وهي أن قوة الله تعالى لا تقارن بقوة أعتى مخلوقاته، فكانت نهايتهم بريح جعلتهم أثرا بعد عين ودفنتهم مع منجزات حضارتهم فلا ترى لهم من باقية، فسبحان الله القوي العزيز. فهذه هي ركائز دعوة هود عليه الصلاة والسلام. العقيدة أساس الدعوة، المترف الفاسد عدو للدعوة والداعية، ضرورة الدين لاستمرار الحضارة، لا قدرة لمخلوق على مواجهة قدرة الله تعالى. ما هي أهم الدروس المستفادة من قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قومه؟ أولاً، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هي دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هي الدعوة التي ينبغي أن ندعو الناس إليها، الدعوة إلى لا إله إلا الله
أي لا معبود بحق إلا الله. ثانيا، استحسان التذكير بنعم الله عز وجل علينا، فإن ذلك موجب للشكر والطاعة، فإن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، فعلينا أن نتذكر دائما نعم الله علينا وأن نذكر الناس بها كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، نبذ التقليد المذموم. احتجاج المشركين على صحة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم سنة مضطردة في الأمم والشعوب، وهذا هو التقليد المذموم الذي حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي ينبغي علينا أن نحذر منه. رابعا، من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام إبلاغ الناس ما أمرهم الله بإبلاغه لهم، وعلى رأس ذلك دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. خامسا، من حمق الكافرين أن يطلبوا من أنبيائهم أن يعجل لهم بالعذاب، فسبحان الله، إلى أي حد يصل الكافر من الجهل ومن الجرأة على ربه سبحانه وتعالى حتى يطلب الاستعجال بالعذاب؟ نسأل الله العفو والعافية. إذن فما هي الدروس المستفادة أعزائي الطلاب من قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام مع قومه؟ الدروس المستفادة: أولا، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا هي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. ثانيا، استحسان التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك موجب للشكر والطاعة. ثالثا، نبذ التقليد المذموم. رابعا، من وظائف رسل الله عليهم الصلاة والسلام أن يبلغوا ما أمرهم الله عز وجل بإبلاغه. خامسا، من حمق الكافرين أن يطلبوا أن يعجل لهم بالعذاب. أعزائي الطلاب، وهذا ملخص لأهم ما مر معنا في هذا الدرس. وأخيرا أعزائي الطلاب،
أسأل الله عز وجل لي ولكم من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.